أحبائي أنا الآن أمام المبنى الخارجي، هو المدخل، البناء جديد صفر كما تلاحظون. أحبائي الأكارم، هذا هو المبنى كما تلاحظون، جديد ومهيأ للسكن. يوجد طابقين أرضيين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة طوابق، ومن هنا في الشارع الرئيسي مباشرة تتوجه إلى الشارع الأساسي باتجاه ترامب تاور. نحن جينا من هذا المكان، من هذا الشارع السكني الجميل، وهذه هي جامعة وخلفها مدرسة للابتدائية وخلفها مدرسة أخرى. هذا هو المدخل الأساسي، هذا هو البناء، وهذه هي جامعة بيلجي يونيفرسيتي وهي مشهورة جدا. لاحظوا معي أنا الآن ما زلت في نفس المكان، وهذه هي ترامب تاور، وهذا هو الشارع، ومن هنا الفرصة التي قدمناها لكم. إذا هذا هو الحمام، لاحظوا أنه حمام نظيف ومجهز بشكل كامل ومهوى، هنا التهوئة ممتازة. يوجد هنا غرفة أيضا، الغرفة إنارتها ممتازة. هنا إلى الباب الرئيسي يوجد طبعا مصعد، هذه أيضا ميزة مهمة. الباب الرئيسي هنا هذا، لاحظوا المطبخ هنا مهوي مجهز. لاحظوا أيضا في عندك هنا غرفة كبيرة، هنا غرفة كبيرة أيضا، وهذه غرفة صغيرة. واحد أول ما تدخل غرفة صغيرة كبيرة، كله مهوي، ويوجد هنا المطبخ وهنا الحمام. أحبائنا الأكارم، Global Homes Real Estates، هذه الشركة هي متخصصة، فريق من الخبراء الأتراك الموجودين في مركز مدينة إسطنبول، في المركز التجاري والسكني الاستثماري. أنا الآن أعرض لكم بعض النماذج الموجودة عندنا من داخل هذه الشقة الجديدة النظيفة. خلفي المدخل هذا باب الدخول، ومن هنا مباشرة مقابل له تدخل باتجاه الغرفة وعندك الحمام، هنا المطبخ مباشرة، وتدخل باتجاه غرفة صغيرة إلى الأطفال إذا أحببت، وغرفة الأساسية أيضا هنا مهوى جديدة نظيفة، الأبواب ممتازة نوعيتها، الكهرباء أيضا جديدة، دوال غاز الكهرباء والماء و كل شيء موجود فيها كخدمات هي ممتازة. النقطة الأساسية والمهمة، المكان وهو جميل، الشارع يبعد هذا المكان الذي أنا فيه عن ترامب تاورز 5 إلى 6 دقائق فقط. لاحظوا أنه كاستثمار أنت بين المولات التجارية، أنت قريب على الميتروبوس، قريب على المترو. من هذا الشارع الأساسي المخدم، هنا عندك الكيم، عندك 101، وباتجاه بيلج يونيفرسيتي، وهنا من المسجد. هذه المنطقة الرائعة المجهزة للسكن والطلاب والاستثمار، حقيقة الفرصة ممتازة جدا لأنها مقابل الجامعة والشارع سكني ومخدم بشكل كامل. أحبائنا الأكارم، هنا هذه هي ترامب تاور، هذا هو الشارع الأساسي، وهذه مدرسة موجودة هنا للطلاب، وبجانبها جامعة بيلج يونيفرسيتي، ومقابلها تماما الفرصة السكنية والاستثمار التي قدمناها لكم بالفيديو والتصاوير. وهذه اسم المدرسة، إلك أوراتم أكولوغيا، مدرسة للمرحلة الأولى. ويوجد أيضا سوق للخضار، الأشياء الأساسية، وبجانبه هناك عندك التسوق 101، وعندك العديد من الماركات، وهو مكان سكني ممتاز. ويوجد مسجد في الشارع قريب ما يقارب الدقيقة والنصف مشي عن الشقة المعروضة عندنا. وكما ذكرت لكم هنا الخضار إذا أحببتموها. نحن جينا من هذا الشارع، هنا 101، وهذا هو المسجد. شكرا لكم للمتابعة، والتفاصيل الأرقام موجودة في صندوق الوصف. شكرا لكم.